عليكم، مرحبا بكم في عدد جديد من برنامج خط احمر. لنهار اليوم راح نشوفوا الجزء الثاني من الحلقه اللي فاتت حول مبني للمجهول. هذه الحلقه اللي كنا استضفنا فيها ناس يحوسوا على مالهم، سواء هاد الناس ضاعوا ولا ما لقاوهمش. اليوم راح نشوفوا معنا ثلاث حالات، لكن بعد الفاصل. مرحبا بكم من جديد. قبل ما نروحوا نشوفوا ثلاث حكايات اللي راهم موجودين معنا في البلاطو، نرحب بالضيوف تاع الحصه. نرحب بالمحامي استاذ ابراهيم بهلولي، مرحبا بك معنا. نرحب ايضا بشيخنا شيخ محمد امام مرحبا. مسجد بالعاصمه، مرحبا بك شيخنا. الله يفتح عليك، ربي يحفظكم. ونرحب بالباحثه والمختصه في العلوم الاجتماعيه والشخصيه الاستاذه فيروز سلال، مرحبا بك معنا. أول حكاية راهي موجودة معنا هي حكاية تاع أم زوجت في سنوات الإرهاب مع شخصية، مع إنسان بالفاتحة بدون عقد مدني بسبب يعني المشاكل تاع الإرهاب في هذاك الوقت. جابت معه بنيتها كي كانت مريضة، هي واش تقول؟ تقول باللي رفد هذه البنيتة داها عند مواليه، لكن ما كانش على بالها وين راهم يسكنوا مواليه، ولا ما كانش على بالها وين دا الطفلة. بعد 14 سنة تقرر هذه الأم تحوس على بنتها، لقاتها لكن كي لقاتها هذيك الطفلة يعني هي تقول ما نكرتنيش، لكن موالين الطفلة اللي رباوها ما خلاوهاش تعيش مع يماها. فاطمة الزهرة راهي موجودة معنا، مرحبا بك أختي فاطمة الزهرة. مرحبا بك. أهي مرحبا بك. والحكاية هذه شحال عندها تاع الطفلة اللي ولدتيها واللي ما بان عليها حتى خبر؟ يعني الحكاية دوك حتى اليومين هذا 17 سنة عندها. 17 سنة فلاي، 17 سنة. قلتي لي بلي قاعدة تشوفيها بتخبيها، غير كي تروح تقرا المسيد تشوفيها. نروح ليها بالسلطات، ونروح ليها يعني كما قالت هي بالشرطة، يعني حتى رحت للأمن وحتى للشرطة والسلطات باش لقيت بنتي. قبل ما نكملوا حكايتك فاطمة زهرة، أنا حبيت نسقسيك إذا راكي حابة تباني معنا في البرنامج ولا لا؟ يعني أنا حابة أنا نوصل ميساج لبنتي. أنا بنتي ما كما تقول هي يعني بعد ما لقيتها 17 سنه تقول بلي ما عطاتنيش الحنان وسمحت فيا ورماتني، طيشتني وراي عايشه. انا ما رميتها، ما سمحت فيها. يعني ماذا بيا نبان و فاطمة الزهرة ما عندهاش اعتراض باش تبان معنا في البرنامج. نروحوا نشوفوا هذا التقرير ونعاودوا نرجعوا لكم. بكلمات مرتجفة تروي السيدة فاطمة الزهراء قصتها لبرنامج خط أحمر، حكاية حرمان أم من ابنتها. فقد عادت بنا فاطمة إلى سنوات خلت ذاقت فيها مرارة الحياة بعد أن حرمها زوجها من ابنتها. تقول فاطمة: قلت تحرمت من بنتي، تحرمت من بنتي وأنا مشي ميتة، أنا حية. تحرمت منها 17 سنة، 17 سنة ما نسيتهاش دقيقة، وليت شغل مدمرة حياتي، ما قدرتش نكمل حياتي في الخدمة ولا في القراية ولا مع أهلي، وسخني مع أهلي وسخني مع الناس. والغلط الأكبر إني إتمادى بالغلط. تقر السيدة فاطمة بأنها عصت أمها وأصرت على الزواج من شخص كانت قد تعلقت به أملا في بناء بيت معه، لكنها تدرك بعد سنوات أنها كانت خدعة فقط. تقول فاطمة: وكي سمعوا دانا قالوا لي يا بنتي خلاص بابا متوفي، وأنا كما نقولوا كبيرة في البنات وخاتو خياتي، خلاص حبوا يتصالحوا معايا. والسيد كي شافته يما شغل قلبها هرب، الوالدين هما الوالدين، هرب وقالت لي يا بنتي هذا مشي تاعك وانت مشي تاعو. وانا صممت يعني قاعد دائما ياكل لي في راسي ويقول لي نرتبط معاك وندير لك الدار. وصل حتى خويا تعرق، خويا كان معاه شحال من خطره في المشاكل. تصميمها على استرجاع ابنتها من الرجل الذي تزوجها عرفيا بعد الحاحه على التمسك بالفتاه حسب قولها، جعلها تطرق كل الابواب فقط من أجل وضع ابنتها في حضنها. أنا شغل ما يأسش بس قلبي ما زالوا حي مع بنتي، بس أنا أمها وأنا ولدها، راني أم أي صرخة تاع أم. قلت لهم حاسة باللي بنتي حية، سمع على باليش وراهي، بس كانت بيبي وداوها وخباوها وهو تخبى.
الفتاة اليوم تقول أبي وأمي دمر حياتي، هي الكلمة التي لا تفارق خيال الأم، ما جعلها تفعل أي شيء فقط من أجل استرجاعها. بعد هذا التقرير فاطمة الزهراء موجودة معنا في البلاطو. فاطمة الزهراء، كنت نشوف فيك تبكي، دموع تاع ربما الحرقة تاع أم لبنتها. نعم بياسر نبكي أختي فضيلة، لازم. أنت من 14 يوم ما شفتهاش اليومين هذا، كي قتال قتال إلا بالسلطات، بالعدالة، بالوزارة، بالأمن، كما تقول بنتي ما شريرة، كل يوم تجيب لي الشرطة. ما كانش عندي خيار، ما عنديش خيار. اليومين هذا ما تعرفنيش وما نعرفهاش، تعرف إلا المشاكل هذه الطفلة. من نهار أنا ماشي من 97 ونحوس على الطفلة، ماشي حتى في 14 ولا 12. قالوا لي ماتت، قالوا يماها داها للدوار تاعهم وقال يماها ماتت. جامي جاو للجزائر ولا حوسوا عليا، ني في العاصمه ني في القباني. باش نفهموا برك الحكايه، فاطمه الزهراء، انت هذا السيد تزوجتوا بالفاتحه؟ نعم. وشكون حضر الفاتحه؟ كانوا هنا في الجزائر، كانت حضر الاهل تاعي، خويا اصحابه، هو واصحابه، كانت كلش خدعه من عنده. وعلاش ما تزوجتوش بالعقد المدني؟ علاه ما رسمتوش هذا مدنيا؟ لا لا، العقد المدني خلا كي جا درنا احنا وليمة في الدار، خلاو الامر اللي بيده. ما قلت لك انا ما عنديش بابا الله يرحمه، والخوا يعني كان توفى بابا غير كيما ما عندوش بزاف بعد السنوات، والخوا يعني كيسون قيس حالهم، يعني الامر بقى بيده هو. يعني باش نفهموا الحكايه، هذا السيد زوجته بالفاتحه، بعد هذيك كان كاين حمل، وضعتي انت الطفله. كي وضعتي الطفله شفتيها ولا ما شفتيهاش؟ بعد 14 يوم ما شفتها. 14 يوم هو احكي لنا 14 يوم هو داها ولا شكون داها؟ كي من بعد 14 يوم نفست دا الطفله وراح بها، ما زاش بنات السيد. كي حول قال لك هاو مدي الطفله وين؟ داها عند يماه. يماه اللي تقول بلي هي مدتها وسمحت فيها وطيشتها كما يقولوا هما. انا ما رميتش بنتي. وكي على بالك انت في هذاك الوقت بلي الطفله داها عند يماه، علاش ما رحتيش عند يماك عند بنتك؟ رحت، قالوا لي ما كاني راجل هنا اني طفله، وقالوا الطفله هذه توفات. قالوا لك ماتت؟ ماتت. وما بكي راح، ومن بعد زدت تحوس بالسلطات وبالشرطه تانيك تحت. قالوا الطفله هذه في الام تاعها ماتت وحطها عند يماه. بقيت نبحث على بنتي حتى لقيتها. كل ما نروح للسلطات ولا العداله ولا سيدي محمد ولا بس كنا بتلقبا، نروح لسيدي محمد يقولوا لي باش تشارعي السيد هذه الطفله وداها، مام لي بروكيغور مام لي جوج مام، ما عنديش حتى دليل، اي دليل. البيبي وداها في 14 يوم. كي دا الطفله عند ماليه واش قال لهم؟ ما قالوا لها، هو خلاها عندي ما تترباه وعاود زواج مع واحد اخرى. قال لهم بلي هذه بنتي؟ كل اللي قطا ولا كل اللي قولي لي برك، قال لهم هذه الطفله بنتي ولا بنت من؟ قال بنتي، قال لي ماها توفات. اها ماها توفات، وانا كي نروح لهم يقولوا لي الطفله توفات، بس كانت في بيبي ما نقدرش نلقاها. صح، هنا نخلي برك المحامي. يعني هما كي داو الطفله، هو كي دا الطفله ما سجلهاش باسمه، خلاها لغايه الان راهي باسمه. اليومين هذا يعني ما كانش بابا في الثانويه. معليش يا سيده، هذا من خلال هذه الاجراءات اللي قمتي بها، هل قمتي برفع الدعوه من اجل اثبات عقد الزواج العرفي امام المحكمه والحاق النسب تاع البنت؟ رحت للمحكمة وتبت زواج العرفي تاعي. نعم. في سنة 2010. نعم. ومن قبل رحت في 2006 و2007، كانت عدم تأسيس وما كانش عندي حتى الوثائق تاعو ولا لادغيس ديالو، وتبت زواج العرفي تاعي في 2010 غيابين، هو ما جاش. لا هبلغ سعيدي، كملتي التنفيذ يعني تاع الحكم، بلغتيه؟ بلغته وصلت حتى كنت حنعلقوا في بلديه القبه. نعم. من بعد سمانه، من بعد قريب، يعني عندنا مده قانونيه باش. لا خلينا المده القانونيه، واش حبيت نقول؟ لما تم الطعن في هذا الحكم الغيابي، ما صار من بعد هو طعن فيه، قال لك عدم تاسيس، يعني رفض، يعني الغاء. الغاء. نعم. الاجراء اللي قمتي به، هل قمتي بطعن اخير امام المحكمه العليا؟ أني بقيت ندير إجراءات إطعان في المجلس تاع. لا في المحكمة العليا. في المحكمة العليا. نعم. مازال ليومنا هذا تمشي الإجراءات القانونية. إذا شوفي يا محترمة، أولا بما يخص هذه القضية ملابساتها، أن السيدة إذا كان هناك زواج عرفي
إذا أقول إذا كان هناك زواج عرفي وتوفرت الأركان الشرعية والقانونية لعقد الزواج، بمعنى أنك تسعى السيدة تسعى إلى المحكمة على حساب السؤال الثاني طرحته لها أنها أنك تحصلت على حكم غيابي بإثبات زواج عرفي، إلا أن بعد أنه بعد تبليغ المعني بالأمر للمدعى عليه اللي هو الزوج تاعها ثبت وأنه يعني حضر دار الطعن وألغي على حسب الكلام تاعها ألغي الحكم وتم رفض الدعوة لعدم تأسيس. السيدة لم تقم بالطعن في الآجال المقررة، هذا شيء يعني ربما راح نعاتبها عليه، هذا الشيء الأول. الشيء الثاني، السيد هذا إذا كان يعني ربما مش من خلال المسائلة إذا كان هناك زواج عرفي حقيقي وهذا البنت راهي من صلبه كما كانت تحكي السيدة وهي راهي باعتبارها أم، هنا السيد استغل الوضع غير المصاحح، ما نقولش غير قانوني، هو الزواج العرفي وهذه هي النتائج تاع الزواج العرفي. ربما كان الرضا وعدم الرضا، ربما اسباب خلفيات ما نقدروش نعرفوها، لكن بقى يحارف بها على اساس واش؟ يحارف بها انه هي ما دام ما عقدتش، ما دام ان هذه السيده لم تتحصل على عقد الزواج، اي الاجراءات اللي راح تقوم بها ما تاديش الى المبتغى وما توصلش الهدف. هو القاضي في طبيعه الحال عنده ملف، واذا لم يكن هناك يعني يسلم يثبت ثبتش الصفة تاعو، ما نثبتش بلي هذه بنتي، وما نثبتش، ما نقدرش نتبع أي إجراء، ما نقدرش القاضي راح يحكم ما دام ما كانش ما يثبت النسب. دوك تبقى البنت تبقى تابعة للأم، يعني تحمل اسم الأم هنايا. دوك تبقى هناك إجراءات أخرى، يعني ما نبقاوش نبقاو دائما في علاقة. أنا فقط نقول فاطمة الزهرة، نقول لك بلي حنايا رحنا للولاية تاع بنتك، قابلنا بنتك وقابلنا العائلة، عطونا حقائق أخرى، نخليك نشوفوا هذا التقرير على بنتك، لكن قبل ما تشوفيه حبيت نسقسيك واش تتوقعي بنتك راح تقول لك فاطمة الزهرة؟ أنا متوقعة باسكو رحت لها عدة مرات، ماشي خطرة ماشي زوج، تقول لهم أمي ما عطاتنيش الحنان وهذه ماشي أمي، وتقول لك رميتيني كما يقولوا هما طيشتني، وهذا كاع خطأ. احنا نقول فقط للمخرج امين يجوزنا التقرير تاع الام تاع فاطمه الزهرة ونعود ونرجع لكم. بعد سماع حكايه فاطمه تنقل فريق برنامج خط احمر الى ولايه ام البواقي للبحث عن الفتاه التي تدعي السيده فاطمه انها ابنتها المسروقه. نتائج البحث عن الفتاه كللت بالنجاح، فقد تمكنا من التوغل والعثور على المنزل الذي تعيش فيه الفتاة. واجهتنا صعوبات كبيرة لإقناع الفتاة وعائلتها للتحدث معنا، لكننا صدمنا بما صرح لنا به. ما همش الناس ربامنا هذو مالية، ونعيش غير عندهم وما نروحش عندهم مهما يصر، وما نعتبرها حتى في نهار بالليمة. مانيش حابة نعيش عندها لخاطر هي خلتني ملي كنت صغيرة وما هيش ما أصلا دارت لي بزاف مشاكل، ماشي مشكل برك. الواقع الذي رصدناه من خلال وقوفنا على حكاية فاطمة وابنتها هي أن الفتاة تعيش في منزل مربيتها في راحة تامة. فاطمة الزهرة، انا نقول لك يعني حنايا ربما بالسيف باش جبنا هذه الاعترافات من عند الطفله، هي ما كانتش حابه تحكي خلاص، لقيناها في وضع نفسي يعني مزري. نخليك تعلقي لي على الشفره. ما كانش ام اللي تدير مشاكل لبنتها، رفتها 9 شهور وحافظت عليها، انا سفريت انا تمرمت وهي عاشت مليح، انا ضحيت بروحي على جالها. الناس هادو خدعوني، خدعوا الطفله هذه الطفله راهي مينور قاصر، ما عندهمش كلام قاعد الناس، قانونيين مجرمين، ما عطيت لهمش تسريح من وكيل الدولة، تعتبر سارقة، سارقة رضيع. هاد الطفلة سي نورمال تهضر هكذا، نقول لك فقط جدات الطفلة هي عطاتني رواية أخرى. هضري، راهم محيطين عليها، النهار من السلطات سواء منا من الجزائر، من المحكمة تاع لوساندي منا، ولا محكمة مجلس الهيك من أم بواقي، النهار ما خلونيش نقعد معاها، النهار واحد. العجوزه هذه دائما تتبع فيها، هذه جداتها ودايره فيها الشر، لو كان صح جات جداتها تعطيها اسمها، ما عندها حتى حق تقاردي الطفله وهي على اسمي. هكذا انا نتهم هذه السيده، هذه جريمه للطفله هذه.
فقط فاطمة الزهراء الجدة يعني كانت هما ما حبوش يبانوا في التلفزيون. الجدة كانت قاتلي باللي ماشي الابن ماشي يعني راجلك اللي دا لها الطفلة. نعم سمحي لي يا اختي سمحي لي، انا قاتلي باللي انتيا هذه الجدة. انا بعد ما داو لي الطفلة في شلغوم العيد من بعد بصحابه وانا كنت مريضة في حالة في حالة، المشاكل مع دارنا هنا مع يما والمشاكل معاها هي، هو ما عنده بابا هنا ما عندي بابا. هذه الام هذه الام لو كانت جات تخاف ربي، هذه الجده عندها 9 دراري ولا 10، انا تانيك ام تخاف ربي في الطفله هذه راح تضيعها، بناتها بنات لهم المستقبل، حابه تضيع مستقبل بنتي ومستقبلي ضيعاته، حسبي الله ونعم الوكيل. ولكن هذه الجده وشي تهضر، هذه الجده جابت ربي اللي شاهد، الله اللي شاهد، يومينا هذا ما نعرفش بنتي، بنتي سينو ما تهضر هكذا. طفلة كانت ملائكة 14 يوم كبرت عندهم، ما تعرفش يماها، ما تعرف يماها في الجزائر، ما تعرف جدتها في الجزائر، ما تعرف خوالها، ما تعرف خالتها، امها اللي ولدتها ما تعرفهاش، عندها غير اكس خيد ليسوس مكتوبه في عبد السلام. صح انا نقول لك فاطمه الزهراء الطفله هذه الجدات واش قالت لنا؟ قالت لنا باللي كي كان عندها 14 يوم جيتي انت رفدتي هذه البنيته لحقتيها عند جدتها قلتي لها هاكي بنت بنتكم. ما ربي شهد ربي شهد ربي شهد، هذا الكلام كذب في الكذب، حسبي الله ونعم الوكيل، كذب في كذب. هي دات لي هي خطت مع وليدها في شلغوم العيد في داري وين كنت راح نسكن وين ربات الطفله، سرقت الطفله مع وليدها مع اصحابه وكانت تندب وتعيط وتسوغ، قالت له واش درت لي؟ قلت لك هذه المراه ما نقبلهاش، حابه تجيب وحده من الشرق، وانا الحقيقه تبان ولو كان ألف سنه ولو كان حتى نموت غير حقيقه بنتي اللي تبان. انا بنتي نسمح لها ونحبها ونموت عليها، بنتي نسمح لها او ديجا عرقلوا لها الدراسه تاعها في الثانويه، حسبي الله ونعم الوكيل. لي خباو تخلي فقط شيخنا يحكي. شيخنا بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحابته اجمعين. اولا بعد ان ترحموا على العجوزه هذيك اللي وريناها في بلاطو وتعاطفوا معها الشعب زعما حجت بيت الله. اسمحي لي دقيقه، الشعب الجزائري كله اللي شاف هذيك القصه تاثر، هل ترحموا عليها؟ ربي ان شاء الله يرحمها برحمته الواسعه، او وهذه تعد في الميزان تاع الشعب كله راه يترحم عليها. ثم نرجعوا نتكلموا على المساله تاع الاخت اللي راهي تتكلم على بنتها. حقيقة الموضوع هذا موضوع شائك وهو اللي انتشر في المجتمع نتاعنا في السنين الأخيرة، هذا الزواج العرفي وكذا ربما نخصوا له حصة خاصة. ولكن نتكلموا بالنسبة للبنت هذه اللي كنا نسمعوا فيها والسيدة هذه، لا هما راهم يعترفين باللي هذه يماه، راهم معترفين، هما محترفين، هما من هما احنا كي رحنا هي كي الجدة كي العم قالوا لي صح هذه يماها، ما عندهمش اعتراف. الله يبارك، راهم معترفين باللي هذه يماها، يقولوا للبنت يماك، أما مسألة تسكن معها ولا ما تسكنش معها هذه مسألة واحدة أخرى، يخلوا هذه البنت قلبها راه محروق على بنتها، تلاقى معها، تضحك معها وكذا، ثم تسكن معها، تسكن معهم ولا تسكن معهم ولا تسكن مع هذيك مسألة قصة واحدة أخرى. ومن الأحسن إذا الإنسان يخاف ربي سبحانه وتعالى، حتى سواء كان الزواج عرفي أو خطأ أو كذا إلى آخره، إذا كان الزواج عرفي راه يكون راه ميثاق عند الله سبحانه وتعالى. بعض الناس بزاف يعني ما يعطوش القيمة الحقيقية للزواج العرفي، الزواج العرفي هو الأصل. الزواج هذا الزواج ماشي الزواج العرفي، الزواج بالفاتحه هو الاصل، هو الاصل. بكري والدينا ناس جدودنا كاع تزوجوا بالفاتحه وما صرا لهم شيء. لما كان الناس لما كان الناس يتحكموا بالكلمه، اما الان بالوثائق والناس ينكروا اولادهم. الانسان لما يجي ويقولها على كتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، اعطى واحد الميثاق غليظ كما سماه ربي سبحانه وتعالى. ينبغي للانسان ان يوفي بالعهد نتاعو، يوفي بالعهد نتاعو. ثم لما زادت عنده البنت هذه اللي راهي الان ربما البنت هذه الان راهي تتكلم على انها ما تعيش معها ولا، ولكن القلب نتاعها لا لا حقيقه صح تبكي بنتي راهي مدمره. الام تحس بالولد نتاعها حتى لما يكون مريض، هو بعيد عليها، والبنت كذلك يعني منها ماشي من حقهم، حرام عليهم يحرموا. معليش انا مانيش نقول لهم يتربى معها ولا ما تم، ولكن من الاحسن يرحموا هذا البنت ويرحموا هذا السيده مسكينه اللي تبكي. من اللي دخلنا في بلاطو هي تبكي، ما قبل ما ندخل البلاطو هي تبكي، يرحموها لوجه الله ويرحم هذا الانسان. احكي فاطمه الزهراء تسمع فيك بنتك، واش توجهي لها ميساج واش تحكي لها؟ انا واش نهضر معها؟ على بالي احكي لي حرقه ام حابه تعيش مع بنتها. انا نسمح لها بنتي باسكو انا ما راحت لي في 14 يوم في الرضاعه. وشوفي يا بنتي انا نقول لك الجنه تحت اقدام الامهات، نقولها لك ونعاودها لك. انا خدعني هذا السيد وهذيك العائله كامل كيما راهم عروشيه في ام بواخي خدعوك، انت بنتهم وما رحموكش، ما عندي ما رحموكش، وانت ملائكه كنت في رضيع 14 يوم حولين كاملين حاهم لك، وراح تزوج وخباتك هذه العجوزه خباتك. الدنيا ماشي ماكله والدنيا ماشي دراهم، الدنيا ماشي قراد،
دنيا حرمه ودنيا اصل ودنيا والعرق يا اخي ربي يقول لك ميثاق غليظ. انا 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 عطيت لك واش قدرت. بابك حرمك من كلش وهو بابك الحقاني، وهذاك ما عم وهذيك ما جده، حبت الخير لبناتها ما حبتش خير لبنتي، وتقول بنت بني جداتها. شوفي يا بنتي تقول بنت بني يا اخي راكي عندهم راكي تقولي راكي تقولي اعطيني اعطيني اعطوني الاسم. الاسم راكي عند بابك راهو متخبي ومخليك بلا وثيقه رسميه. انا مانيش تاع مشاكل، انا حبيت نبين لك الحقيقه يا بنتي. انا نقول لك رسالتها هي كانت قاتلي باللي يما دائما تجيب لي لابوليس قدام الليسي وقدام صحباتي وتبهدلني وتقول لي. نقول لك علاش وصلت لها الليسي، وصلت لها الابتدائي، وصلت لها وصلت انا بنتي بنتي كانت في كل شيء. اختي 9 اشهر ما نقدرش ننسى بنتي 9 اشهر في كل شيء، ما نقدرش ننسى ايامات اللي ما قدرتش نولدها. مت وحيد مت وحيد باش ولدتها على 2 دي ماتان، مت وحيد باش قالوا لي قولي ربي يغفر لك. واحد ما كان معايا الا الله، الا الله كان معايا. مع الاخر ما كانش قدامي ما شهر ما كملت واش عندي. هم يقولوا راحت لي في 18 سنه، راحت لي 14 يوم، داروا خدعه وزوجة وليدها وربي كان معايا. انا ما نتمناش الخساره للناس. ما عندهاش اسم. ما تذكرش بعض التفاصيل ممكن فقط من الناحيه النفسيه. كي شتي فيروز شفنا طفله تحكي، الطفله تاعك كانت تتكلم مش كلام تاع طفل بارئ، كلام مرآة تاع منعكسة تاع الهضرة تاع لي باغون اللي رباهم، الكلام تاع الجدة أو العمة. لكن أنا نقول فقط أنا غير دخلنا فاطمة الزهرة طفلة ما حبش تقابلنا كصحفيين، قالت لنا بعثتكم يما ما نشوفهاش وما نتلاقاش بها وما راهيش يما. لا دايما الكلام اللي تقوله هذا ليس هو. لا 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 ليس من صميم البنت، ليس من صميم البنت، من الواضح كانت خائفة، محيطين عليها محيطين عليها مقيدين عليها، من الواضح أنها كانت مضغوط عليها، خمينها ضاغطينها. الطفلة يحبوا يدمروا لها دوك المستقبل تاع الدراسة تاعها. أختي ما نخليلهمش يدمروها، أنا أم وما راحش نسمح لهم يدمروها. دمروني أنا ما يدمروش بنتي. قال ايش فقط اسمحي لي قبل كل شيء حبيت نضيف حاجة وحدة. أون غوماركي كان دو فيرسيون. الجدة راهي تقول انه الام تخلات على البنت، والام الحقيقية البيولوجية راهي تقول بليك راهم سرقوا لي بنتي. انا نقول لكم الحل وين راه، يعني الحقيقة راهي في البنت. البنت من الواضح انه كانت مضغوط عليها، يعني عودوها بافكار، غرسوا في افكارها من الصغر افكار سلبيه على الام تاعها، خلاتها تكره الام البيولوجيه تاعها. الوغ من الواضح اني ناكد بلي انه هذه الام هي اللي راهي بارئه، والجده هي اللي تدعي. لا لا سلمنا بان سلمنا سرقوها او سلمتها لهم الام، ما تقدرش تقوم بالشؤون تاعها. الان البنت راهي موجوده، وعلاش ما يصحوش الخطا؟ الان موجوده والبنت راهي كبيره، وسلمنا انها انها هي اعطتها لهم وقالت لهم ما قدرتش ربي بنتكم. البنت الان كبرت خصها تعرف يماها، كما كنت نقول قبيله سواء تعيش معهم ولا هذه مساله واحده اخرى، ولكن هذه البنت لابد ان تعرف اليوم نتاعها. وكما كان انا فقط للامانه العلميه نقول فقط باللي العائله ما نكرتش باللي حقها حقك باش تشوفيها. قالت لنا مرحبا بها في اي وقت تشوف بنتها، البيت راهو مفتوح. إذا يعني كأمانة نقلتها من البيت تاع أنا يا أختي ما عندي حتى بيت، ما داروا لي بيت ما والو، سرقوا لي بنتي. كيفاش تقدري تعيشي مع ناس سرقوا لك بنتك ونروح ليهم؟ بنتي تعيش معايا، مفتوح البيت مفتوح ليا أنا مع بنتي. خلي لك دقيقة تواجهي أنا بنتك وتواجهي هادو الناس ونختموا فاطمة الزهراء. نعم نعم. كلمة أخيرة واش تقولي؟ أنا كلمة أخيرة نقولها لبنتي ربي يهديها. الحقيقة اللي راهم قايلينها الطفلة يا بنتي اللي راهم يقولوها لك كلش كذب في كذب، كلش خطأ في خطأ. الطفلة راهي قاصر ما تعرف صلحها مينور. أنا بنتي نحبها ونقعد نباطي حتى الدقيقة الأخرى على جال بنتي، نحاربهم حتى الدقيقة الأخرى. والكلمة الأخيرة واش نقول لهم لهاد الناس؟ حسبي الله ونعم الوكيل. إن شاء الله فقط يعني توفق في الدراسة تاعها، إن شاء الله تتوفق وعلى الأقل يعني نسيو نلقاو حل باش يعني أنت تتمكني بنتك وهي تكمل قرايتها، وهادو الناس اللي رباوها تانيك يعني كوم ياما رباوها 17 سنة صرفوا عليها عطاو لها الحنان هكذا، تانيك عندهم حق في الطفلة فاطمة الزهراء. بارك الله فيهم، ولكن البنت حتى ما عندها. معايا فاطمة الزهراء هادو الناس مجرمين. لا ما نقولوش هكذا فاطمة الزهراء. لا مجرمين، جداتها ورباتها وقالت لي الله ونعم الوكيل. أنا شفت أنا أم. انت صح ام وشفت دموعك، هذيك لو كانت ام ما تحرمنيش من بنتي 14 يوم. لو كان كانت ام
وعندها 10 دراري ما تحرمنيش من بنتي إن شاء الله باش وليدها يطلع في الجيش حرمتني من بنتي. لا لا هي ام ان شاء الله هي تقريبا تبدا ام ان شاء الله ربي يلاقيكم بيناتكم. هذا الانسان اللي نقولوا له انا نتمنى لبنتي ان شاء الله تنجح في قرايتها وراني هنا باش بنتي كيما دمروا لي انا تنجح ان شاء الله تنجح في الادارات بنتي تنجح في قرايتها ومادام حب بامها ماهيش ميته وحبوا يقتلوني ماني شميتها بنتي تنجح في قرايتها ان شاء الله ان شاء الله والطفله هذه ان شاء الله ان شاء الله بقدره ربي تغير كي تكوني كبيره في عقلها تولي ماجور يفاكسيني تفهم واش معناتها ام واب. انا عطيت لها كلش وانا حالها كلش الله يفتح عليك ان شاء الله يوصل لها هذا الميساج ان شاء الله تلاقي بها وان شاء الله في يوم من الايام احنا نقولوا تكبر معاك وتزوجيها وتشوفي ولاد ولادها ان شاء الله يا رب. الدنيا مازال فيها خير مازال فيها خير ان شاء الله ربي ان شاء الله جيتي بدموع لك باش على جال بنتك ان شاء الله في يوم من الايام تجيب دموع الفرحه. قول بنتي انا مانيش تاع مشاكل لو كان في كنتي في 9 شهور في كرشي انا حرمت روحي من كلش وحافظت عليك يا بنتي ربي يهديك يا بنتي ان شاء الله ربي يخليها ربي يلاقيك ان شاء الله مازال ايام ان شاء الله ربي يحفظها ان شاء الله. هذا السيد نقول له ربي الله يهديك اذا كنت قدرت الان باش تدي البنت بالقوه نتاعك ولا كان ربي سبحانه وتعالى موجود ما تحرمش هذا البنت هذا الام العقله قانونيه بالسلطات ان شاء الله ربي الله ربي احنا فقط نختموا نتمنوا لك ايامات مليحه ونتمنوا ايضا لسوسن ايامات مليحه في دراستها ان شاء الله. بعد الحاله تاع فاطمه الزهراء نستقبلوا حاله اخرى يعني كنا حكينا معها خلف البلاطو حالة تقطع القلب لسيدة عاشت 50 سنة عاشت مع جارتها تعتقد باللي جارتها لكن هي أمها. حالة أم كانت في يوم من الأيام طفلة مدوها الناس باش يطلبوا بيها كي لحقت 12 سنة هذوك الناس اللي ربوها ماتت لقات روحها تخدم من بيت البيت واللي كان في بالها باللي هي جارتهم طلعت هي يماها. بعد الفاصل نستقبلوا هذه الحالة. سعاد راهي موجودة معنا في البلاطو. مرحبا بك اختي سعاد. مساء الخير حنونة. الحمد لله. سعاد كما كنت قلت لكم قصة معاناة عمرها 51 عام من اللي زادت وهي في معاناة يعني الأم اللي جابتها مدتها الناس باش يربوها وباش تروح تعود هي زواج. هذوك الناس قعدوا يطلبوا بها لمدة 12 سنة كي كان في عمرها 12 سنة ماتوا هذوك زوج الناس بلا ما يقولوا لها على الحقيقة باللي هذيك راهي يماك اللي هي الجارة. بعد 12 سنة رباتها ادتها خت المرأة اللي ماتت قعدت نفس الشيء عاشت معاناة أخرى يخدموا بها في البيوت من بيت البيت من الميزيرية الميزيرية. نهار اللي عرفت باباها قال لها باللي روحي لهذيك الجارة راهي هي يماك. هي تخلعت كيفاش لمدة 50 عام ودايره في بالها باللي هذيك جارتهم بنت باللي هذيك يماهم. قبل ما نكملوا فقط الحكايه نعم نسقسيك هذا السؤال راكي حابه تباني معنا ولا لا؟ نبان عادي نورمال. قبل ما نكملوا الحكايه احنا نروحوا نشوفوا هذا التقرير محمد زايدي على سعاد ونعاودوا نرجعوا لكم. ولان الجزائر لها نصيب لا يستهان به من قصص المكر والمعاناه جراء ما يجري في الخفاء تصادفنا هذه المرة امرأة حرمت من حنان الأبوين لمدة تزيد عن 50 سنة. أنا ما سويت لك شيء حرام. تضع الأم حملها ترزق بفتاة لكنها تتخلى عنها بكل بساطة فأي قلب هذا؟ يما وبابا مزوجين بالعقد حلال ولدتني عند مرة كي ولدتني ما حبش تستعرف بيا قالت بلي محسوب قالت للمراه هذه قالت لها نولد هذا الطفله ولا طفل واش نولد نخليهم عندك ما نحوش نفهم عليهم خلاتني عند هذه العجوزه يما راحت ومن بعد ما شتهاش كامل في حياتي ما نعرفش كامل الرضاعه وما رضعتنيش كي الناس خلاتني عند هذه العجوزه وبشير عايشه العجوزه هذه كي خلاتني عندها هذه العجوزه عندها ولادها يسمى طاتني لهذا التركي هذا التركي اداني هو بالملوك في تم الزهره اداوني عندهم هما حطوني على اسمهم التركي. بعد سنوات تجد سعاد والدها لكن حلمها في لقائه يبقى معلقا. تليفون قال لي هاكي هذاك شغل ما امنتش بلي انا محسوب نهضر مع بابا انا نبكي وهو يبكي. هضرتي معاه؟ هضرت مع بابا ايه في التليفون قريب ساعه
انا غير هدرت معه، قال لي، قلت له بابا، قال لي ايه، قلت له صح انت بابا. ومن بعد هو ولا يبكي وانا وليت نبكي، ولا يقول لي ما عندك علاه راكي تبكي، انت بنتي حلالي، انت راكي في الحلال وما كيش بنت الحرام، ويماك هي اللي دارت هالشيء، هذا الشيء بينها وبين مولاها. حرمت سعاد من كل حقوقها. لم تخفي سعاد دمعتها مع تزايد شعورها بقرب لقاء والدها الذي حرمت من حنانه ورؤيته طوال عمرها. رغم هذا تبقى سعاد متمسكة بمكالمات أبيها التي تأتي من خلف البحار لتزرع فيها أملا كبيرا. سعاد هاي موجودة معنا، نكملوا الحكاية. سعاد بعد ما هادو الناس مدوك لهادوك الناس باش يربوك، أيه. خلاتني أعطتني هذا العجوزة اللي زدت عندها، أعطتني لهذا التركي، تربيت عندهم الحق مهما كان الحال، ربيتني، كانت تطلب بي الناس قاي يعرفوني وين كيفاش عشت الصغر تاعي. كانوا يدوك يطلبوا بك في الله. ايه تديني هذه العجوزات تطلب بي، وما عند ما كناش نسكنوا في دار، شغل في الحمام لتحتها والفوق ديار كان الناس يسكنوا. تديني الصباح حتى الليل، ما قريت ما عشت كما يعيشوا ذراري عندهم. ما دخلتيش قريتي سعاد؟ لا لا، شغل عشت وحدة اللي ما عندهاش، ما عشت يسمى قولي كثرتها في الزنقة. مات كي ماتت هذه بالملوك في الزهرة، قعدت يا مات عند خوه ثاني هكذا نخدم الشغل عندهم، يضربوني يعني جوزت كاين اللي عارف. احكي لي شوية على المعاناة. قلتي لي بلي لحق وين يربطوك بسناسل وين؟ هذيك عند اخته كي مات هذا التركي، كي ولا في السبيطار قال لهم جيبوا لي هذا الطفله نشوفها. انا نقول لك هكذا اختي، معاناه تاع الناس اللي تفرط في ولادها وتمدهم للناس، هاوليك واش يصرى لهم. عانيت والناس على بالهم مش عانيت، المضربين نسكن فيه عارفيني من الصغر حتى لدرك الكبري، مازلت لدرك نعاني. احكي لي شويه عن المعاناه. عانيت كي مات هذا التركي في السبيطار، قال لي انا مانيش باباك. باباك عايش في فرنسا، كان في عمرك 12 عام. 12 سنه ايه. ومن بعد كي مات هو خرجت لبرا، ومن بعد من ثم ما زدتش حتى واحد من السبيطار، رحت عند خوه، قعدت عند خوه يا مات. ومن بعد جات هذه خت هذا التركي ادتني بالعنف، خرجتني برا ارواحي ارواحي. ومن بعد شغل سرقتني من برا ودتني قباله لعندها للدار. كي داتني هي ساكنه في بطيمه كبيره تاع نافيان، عندهم ديباره، غير داتني حطتني في الديباره. كي شغل حطتني في ديبارك، شغل كلب خالق عليا الباب تجيب لي هكذا الماكله، كشغل كلب. كي يجيو لي هذا خو هذا التركي، كي يجيو ولادو يقول لها حبينا نشوفوها، ولا تقول لهم ما كاش، كشغل كلب. وقعد في هذاك السجنه هذيك حتى من بعد طلعتني للدار عندها الفوق. كي طلعتني للدار عندها الفوق قالت لي لا لا، محسوب تعيشي عندي وانا نكبرك وانا نقريك وانا نزوجك وانا ندير لك، حسبت صح نعيش كيما يعيشوا الناس. كنت روحك تعيشي جحيم اخر. اي والله. حتى من بعد وليت هي، كنت كان حاكمه هذيك البطيمه هي تسيقها وهي كلش. من بعد وليت نشوف ماشي كيما قالت لي، وليت نشوف في حاجه واحده اخرى. يخليك غير قعدت في الزنقه وما قعدتش عندها، نعيش عندها، تنوضني الصبح بكري، الشتاء، البرد، الثلج. كانوا الروس بكري في هذيك البطيمه حتى يواسيوا عليا، هما يعطوني ساعات الماكله هكا بالسرقه، يعطوني كيفاش محسوب البرد والسم، نطلع كون من خرج من سيقش ومن ما نوسيش تضربني. خطره ضربتني ضرب اللي ربي عالم به، مازلت الضرب ما ننساش، غير سبتها حبيت ناكل. ضربتني دخلتني للدوش كتفتني الحار، وكي نهضر ذوك طفله وين نروح، ما عندي حتى واحد. ما كنتي تحملي الميزيريه باش ما تخرجيش من ما تروحيش الزنقه. هاي والله خطره ضربتني ضرب ربي اللي عالم بي، خرجت في الليل هربت لها من الدار. كي هربت البرد الثلج وين نروح، اهبط حشاك للديباره وين يرموا الناس الزبل، رحت بت في ذاك الزبل. المهم خاطش ما عنديش وين نروح، ما عندي حتى دار اللي ما كاش، خاطش راني عارفه هي قبيحه كانت، اي بلاصه نروح ليها تجيبني، اي ناس يجوا يسقيوا عليها ويهضروا معاها تقول لهم ما تدخلوش ارواحكم. وبلادها ولادها كاين دركو كلش، بصح جامي ناس شفت الحنانه. انا عليك ما نعرفش حنانه الوالدين. ويما
يما ما تسكنش بعيده. يماك هذه اللي كنتي تعتقدي باللي جارتكم؟ اي ولا نسى إيه؟ عشتي مده 50 سنه وانت تظني باللي هذيك الجاره هي جارتكم جاره وهي يماك؟ حسبه باللي جاره ما نعرفهاش، حسبه باللي جاره حتى كي وعند هذه اللي رباتني ماذا بيا اي واحد غير نسمع هكذا يقولوا جايين خطابه نقول معليش المهم نخرج من هذيك خدش قاسيت عانيت يعني كما مركبني حتى مرض مصر ديجا عندي لابخوف كما قصت رجلي هنا حاشاك بالبالة في السبيطة كان حين يطيروا لي رجلي داوتني غير عروستها وليدها هما اللي داووا لي رجلي خدش غير كاش ما نهضر نقول مريضة ولا كش حاجة ما عندي حتى حق أنا نعرف العمة نغمل من العمة في بلاصة خوها ترفد كي نكون وش نكون فقط داير. فاطمة الحكاية عفوا سعاد كي كبرتي وليتي حبيتي تعرفي شكون هو باباك وشكون هو يماك؟ أنا من صغري يقولوا لي باللي باباك في فرنسا بابا في فرنسا ما مولاد هذا التركي خاطش هذه بالملوك فاطمة الزهراء وهذا التركي التركي هذا عنده مرة الأولى عنده زوج أولاد معاها وأنا هذه المرة الزوجة ولاده كي حطني على اسمه ولاده ما حبوش ما حبوش وكي نروح لعندهم ثاني كانوا يحقروني حسن ماشي اختهم ذوك الخط لو كان جيت صح اختهم ما يعملونيش هكذاك خطهم فقط بلي بابي اختي بنت هاي والله تبناك. عارفين عارفين بلي ماشي عم حسن ماشي عمتهم و... قررتي كي كبرتي قررتي تحوسي على باباك اي والله احكي لي هذا كي كبرت وليت نحوس على بابك شغل ما نعرفش ما كاش كيفاش نبدا ما كاش ما كيفاش نبدا نحوس على بابا عندي هذا وليت خط بابا كي كنت صغيره كان هو يجي لهذا التركي مع التركي وهذا وليد خو بابا عارف باللي انا محسوب بنت خالو بنت خالو بصح انا كنت ما نعرفش روح يا زمان وروح يا زمان حتى في سبت بنتي كي تزوجت تلاقيت بهذا ابراهيم قال لي شحال وانا نحوس عليك كيف محسوب وين روحتي وين ساكنين في بليده بصح كل واحد وين ماش عارفني وين هذاك النهار كي جا قال لي سعد على بالك بلي باباك راه غير يحوس لك خاطش هو هذا ابراهيم ما يقعدش في الجزائر بزاف باباك يعني باش المشاهد يفهم باباك كي كنتي انت في كرش يماك راح لفرنسا قال يماك قالها اما تجي معايا اما تقعدي ايه هي خيرت تقعد ايه هي كي ولداتك هو طلق وراح ماشي هو ماشي هو طلقها هي طلقات غيابيه هي طلقات غيابيه هي طلقات غيابيه كي ولداتك انت يا ما لقاتش كيفاش تدير ما داتك عند هذوك الناس ايه هو اعتقد باللي هو حاسبني راني عندي يما خاطش حكي قال لي طول هذه الفتره باباك كان يظن باللي راكي عندي يما كي هضرت معاه وكلش قال لي مانيش عارف باللي يماك محسوبه رمات قال لي لو كان غير كي ولداتك كتعطيك اليما محسوب عندي مات بابا احكي لي كيفاش تلاقيتي مع باباك تلاقيت مع بابا في التليفون كي هضرت ما امنتش باللي انا سعاد عندي بابا ونهضر معاه في التليفون وعندك باباك ومتوحشك وحب يشوفك كي شغل ماشي مامنه باللي انا نهضر مع بابا في التليفون انا نهضر هو يبكي وانا نبكي احكي لي هذاك اللي شغل قال شغل ما امنتش كي يقول لي تي سعاد يقول لي انا باباك يقول لي تي انا زوجت بيماك زواج حلالي كانوا كاين ظروف يماك ما حبتش تروح معايا بينها وبين مولاها بصح عليه ما انا يقول لي شحال من الخطره هكذاك شي واحد يهبط للجزائر هكا للبليده نقول لهم عندي بنت في البليده بصح ما يعرفوش وين يهضر معايا ويبكي شغل هو ماشي مأمن وانا ماشي مأمنه يقول لي يا بنتي انت بنتي حلاليه قدام ربي وعبده غير مانيش عارف عليه يماك دارت هكذا سعاد احكي لي بعد كيفاش عرفك على يماك قال لك روحي يماك هاي ليك هاي ليك عرف لا هذا وليد خت بابا ثاني يعرف يما خاطش هو حاضر في زواج بابا عارف يما هذا ابراهيم وليد خت بابا ورى لي يما وين تسكن انا نهار اللي وراو لي يما وين تسكن على بالك نهار اللي وراو لي يما وين تسكن ما امنتش خاطش هذيك الدار كنت صغيره رحت لعبت فيها ميم خاوتها خاوتي ما كنت نروح لي كان يجروا لي الحلوه يجروا لي غلعت كيفاش جيران طلعوا جيران طلعت يما هاي البطيمة هنا وياك دارهم ملي غير نحل الباب نشوف دارهم رحت ليها ونلعب معاهم خاطش راني ثابته بلي كنت نلعب في ذيك الدار ونهار كي نهار لي ورى لي هذا ابراهيم بلي هاي دار يماك وكلش كي رحنا كي نهار اللي رحنا ليهم هذا ابراهيم جبد لي خاطش بابا هضر معاه راح لاميري الواجر وين مالي بابا شفت عمومي وكلش جبدوا الكواغط باللي هذيك هي يما وزاد بابا قال لك باللي هذيك هي يما هذيك هي يما خاطش في الكواغط وكلش وكاين كاع الشهود من بعد كي جبدتي عقد الزواج تاع باباك لقيتي اسم الام اسم اليمات انخلعت اللي هي جارتكم جارتنا
كنت قلتي لي كلمة ربما تقيس، قلتي لي 50 سنة وأنا محتقدة باللي هي جارتي وهي يما، احكيها للمشاهدين. مانيش مأمنة باللي صح كنت ندخل لهذيك الدار نقعد معاهم كلش معاهم الماكلة وكليتها معاهم، صح ما ظنيتش باللي هذيك دار يما. ما امنش ماشي شغل كيما هبلت وما صرالي والو كاع راني مليح. احكي لي على القسوه تاع ام اللي على بالها بنتها وين راهي وما هي ما حبش تقولها باللي انت بنتي، على جال انها عاودت زواج وبنات عائله جديده وخلات الطفله اللي ولدتها مع راجل اخر مدتها وما حبتش قدام ولادها جدد تقول لهم باللي عندي قسوة. عندها طفله وعاود سميتها كيما سمتني انايا، مسميتها كيما انايا سعاد، مسميتها سعاد كيما انايا. وخوها كي يتلاقى مع الراجل تاعي ديجا نهار اللي رحت ليها كي رحنا مع هذا وليت خت بابا كي رحنا ليها وهي ساكته غير تخزر فيا وتبكي، والبيت مع مراه كاع بنسى كاع يهضروا نورمالمون كي واجهوها بعقد الزواج باللي كانت مزوجه بباباك. بابا كي ورينا كلش انا ماني متمنيه والو، متمنيه يولي عندي اسم كيما انا كيما الناس، خاطش انا تعايرت بزاف ومازلت لدرك نتعاير، صح راني مزوجه وراني بولادي بصح بزاف. احكي لي على المعاناة تاع يماك هذه اللي ولداتك ماتت، قلتي لي عندها شهر عندها شهر وقلتي لي باللي ما تسمحيلهاش، ما نسمحلهاش ما نسمحلها لا دنيا لا اخره، والجميع اللي عارف الحقيقة تاعي وما حبوش يعاونوني ما نسمحلهمش، خاطش كاع عارفين حياتي كيفاش ما نسمحلهمش. شيخنا واش تقدر؟ ما تقوليش ما نسمحلهاش، ربي يسمح لها. كوني عندك شجاعة. صح هي ماتت انا اللي قعدت هكا. مسألة مقادير الله سبحانه وتعالى، ولكن احنا نعيشوا مع هذه الحالة اللي هذه في المجتمع راهي كثرت الان على كل حال، باش يكون الناس الجمهور عارف هذا. شيخنا ربما الاحساس تاع سعاد واحد ما يحسو ان 50 سنة ويماها قدام عينها وما تقولهاش باللي انت بنتي وتعيش كما راهي قالت محقوره والناس تعايرني وتقول لي روحي، كلمه قاسيه ما يحس بها غير. لكن اسمع لي شيخ، تفضل تفضل. في نفسي ولكن يجب معرفه خلفيات القضيه بالنسبه للام، لانه اذا كانت كذلك الام في زمن ما 50 سنة لله يعني للوراء فيه هناك خلفيات، وحتى أن الام هذه ما دامت خلات عليها الام كذلك كانت مضغوطه، يعني ربما هناك خلفيات ما نعلموهاش احنا ما تعرفهاش، ربما حتى كان سعاد قالت لي بلي تلاقيتيها قعدت غير تبكي كي كان نهار الاول كي رحت ليها، نهار الاول كي دخلنا ليها للدار قلت لك بيت معمره بنسى تخزر غير فيا وتبكي وتتشبه لي غير تبكي، وفي المحكمه ثاني كي تجيك شغل هكذا للبعيد تخزر فيا غير من البعيد وتبكي. لا لا الاخت كاين مشكله هنا، كاين زوج قضايا هنا في هذا القضاء، كاين التبني الناس اللي ترباوك في الاول وقساو عليك، والناس في المجتمع نتاعنا الان ولات منتشره قضيه تاع التبني، الانسان اللي حاب يتبنى شي واحد خصو يكون عنده شجاعه باش يبين له، شوف قضايا اللي توقع في المحاكم بسبب هذا الشيء، يجيب واحد هذا في عمل خير ومأجور، ولكن تكون عنده شجاعه باش يقول له انت ماكش ولدي ولكن هنا يربي فيك، والولد خصو يكون طبعا يكون فيه الخير ويتعامل مع الناس، هذه من ناحيه اخرى، اما من ناحيه باش يقسو على الناس بهذه الكيفيه هذه والله لا شيء عجيب. كاين ايضا نقطه مازال اخرى، مازال اخت حاجه اخرى، مساله تاع الام هذه تاع العادات والتقاليد، عادات التقاليد في المجتمع نتاعنا ربما من العادات ما قدرتش تعترف ببنتها، ولكن هذه العادات والتقاليد لما تعرض مع الدين لا نقدموا الدين اولا، خص الانسان يكون صافي مع ربي اولا، تعترف ماتت وما اعترفتش لبنتها، يعني اعتراف رسمي ماتت وما اعترفتش لبنتها، والمجتمع دائما نرجعوا للمجتمع، المجتمع ما يرحمش، الناس حضروا في العقد ولا العقد رسمي وعندها خرجوا اوراق نتاعها، حتى باباها بعث لها عقد زواج من المراه، باباها الان راه يتكلم والناس خصهم يساعدوا هذا المخلوق. لما يعني تلاقات حبيت نعرف منها نقطه برك، لما تلاقيتي مع الوالده ما حاولتيش تعرفي معرفه السبب لماذا لم تريد، ما خلاوهاش تقعد كاع ما قعدتش كاع غير انا وياها. نعم ما قعدتش انا وياها كاع، نقول لك بيت مع مراه كاع بنسى ما يخلوهاش من با تهدر، مضغوطه لحد الان نورمالمون ماهمش عارفين كاع القضيه كيفاش. عفوا عفوا اعتذر، ولكن هناك نوعين من التخلي، كاين التخلي المكره والتخلي العمدي. هذه الام تخلات عليك بطريقه مكرهه، يعني انه الضغوطات والظروف الاجتماعيه والاقتصاديه الضغط من 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 خلاه مجبره يعني تتخلى عليك، يعني مش الغرض تاعها، دليل ذلك راكي تقولي
كي تشوف فيك تولي تبكي. أيوة يعني هي تحب تقول لك حاجة، تحب توصل لك رسالة، تحب توصل لك ميساج من الناس ما خل ما يخلوهاش في المحكمة. يما هدنات كيما اللي هي تخزر فينا وتبكي. إذا ما تقوليش ما نسمح لهاش، لأنه علاش؟ هنا الأم تاعك راهي بريئة، لو كان جات عندها فرصة، لو كان هي ماذا بها تكون عندها بنت أخرى لي كما يقولوا تونس لها بناتها. لا لا الله غالب. ربما الحاجه المليحه والحاجه الحلوه في الحكايه تاع سعاد انها لقات باباها، وباباك راه يقول لك راني محتاج لك، ارواحي ليا لفرنسا تديني. انا يما درك شوفي ما نسمح لها وما نسمح لهاش، درك راهي عند مولاها. لا سمحي لها، لا اسمح لي يكون عندك، يكون عندك السمحي لها. الله غالب، كان عادات وتقاليد في المجتمع نتاعنا ما تسمحش، ثم بعد ذلك من حقك تطالبي بحق. احكي لي الشطر الحلو في حياتك تاع انك تلاقيتي مع باباك وقال لك راني حاب تجين عندي ترفديني وراني محتاجك. انا نهار الاول وعلى جالي بابي اللي مازالوا مخلطين ما قدرتيش تشوفي بابا. ايه كان نهار الاول في حياتي اللي شفت فيه بابا، هذاك هو النهار حسيت هذاك هو النهار عندي عيد، خاطش انا عيد اي مناسبه تجي ما عندي حتى واحد يجي ليا. عيد وعواشر الناس كاع ماليهم، انا ما عندي حتى واحد. جامي لا شفت عيد يعني عيطت كيما الناس. صح عندي ولادي وعندي راجلي بصح. اللقاء تاع مع باباك كان في جاك المرسول مع الزميل طيب. مع طيب بويا من يعطيهم الصحة، اللي هما اللي عاونوني والحق، هما جابوا لي بابا. هذيك هي الخطرة الأولى في حياتي اللي شفت فيها بابا. من هذيك الضربة أنا ليك مازال ما شفتوش نهضر مع بابا غير في التليفون. قلبك مازال محروق عليه، احكي لي شوية. شبيك كاني ما تعرفيش كيفاه. على الأقل راكي صدتي أب، على الأقل كنتي محرومة الأب والأم. على الأقل كما يقولوا يقال للظهر. صح أب مريض. احنا فقط سمحي لي فيروز، الاب تاعها مريض، كنا حابين يجي لكن مريض ما يقدرش يجي، قالنا تخدم لي بابي تجي ترفدني، انا محتاج بنتي ترفدني. هكذا ياك. احنا فقط نخليك تسمعي المكالمه تاع الميساج اللي وجهه باباك ليك. الو صباح الخير بابا. سلام. واش راك صافا؟ راك مليح؟ صحه لاباس؟ الحمد لله الحمد لله الحمد لله. بابا حبيناك توجه برك رسالة لبنتك حابة تشوفك. انت قلت لي بلي ماكش قادر تجي للجزائر. ولو كان هي نسهلوا لها المهمة يعني تجي لعندك، ثم راهي حابة تشوفك وقلبها محروق عليك. ان شاء الله احنا درك نبلغوا لها الرساله، ان شاء الله نوصلوا لها الرساله، وان شاء الله يجمع ربي بيناتكم. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. يعطيك الصحه بابا واسمح لنا. وعليكم السلام. سلامه بابا. سلام. نوجه له تحيه، على بالي راه يشوف فينا. هو ايضا يطلب فقط المساله تاع لي بابي تاع سعاد. تصحيح اجراءات. تصحيح اجراءات والا هناك وضعيه خاطئه. ماشي استاذ، انا غيطتني عمري علي وليت نتعاير. لا سيده شوفي، شوفي سيده، شوفي هناك وضع، في امل، في امل. لا, لا يعني كفكي في دموعك، وهناك امل. الظاهر أن هناك بعض الاجراءات فقط التي ربما يعني سعيت يعني الاجراءات اللي سعيت فيها ربما كان هناك يعني ما لم تعرف الطريق السليم، الا انه من خلال اذا كان شوفي تاكدي بانه اقرار والدك واعترافه وتاكيده على انك ابنته فهذا نصف يعني الحل. رحت للمحامي، رحت وراو لي محامي كبير، قالوا لي روحي ليه هو يسوي لك الوضعيه تاعك. كي دخلت ليه كي وريت له الكواغط تانية كاع واش يقول لي، قال لي انا واش نجارع نجارع الموتى. بصح قلت له استاذ امه دير لي حل. قال لي شوفي رفديك وقتك وخرج عليا. المشكل اللي مازال لك سعاد ان المحكمه تعرقل، مازال اعاده تصحيح النسب تاعك. ايه مازالك تمشي بلونت فامي تاع بنت تركي. تركي تاع التركي. تركي. ايه ايه كي ديمونديو لي في الشرع يقولوا لي جيبي ورقه الوفاه ولا اخر ما عندي منين نجيب. كي نروح لا فامي تاع التركي هذه خاطش ولادو ماتوا كاع ولاد ولادهم ولاو كاع ما يعرفونيش. دوك نروح نسيف عليهم نولي في نعرف ما كاش كيفاه. المحامي تاعنا حتى القضيه تاعها تلقى ما خرجش. هو مساله اذا طرحت يعني قضيه امام العداله من اجل اثبات نسبها، انا اقول لهذه السيده المحترمه ان نصف المساله او نصف المشكله حل. كيف ذلك؟ وهو اقرار، بمجرد اقرار الاب لما زال يصر
وهناك يعني تصريح وهناك حتى وصيه تركها. عندك ورقه تاع وصيه تركها عند الموثق يعني معده موجزه امام الموثق وعندها الورقه تاع اقامه وهناك عقد زواج. علاش المحكمه تاعنا مازال ما لا هي المساله اجرائيه هي الاشكال الذي وقعت فيه هذه السيده وهو انه كيفيه رفع الدعوه او طريقه رفع الدعوه لم تكن بالطريقه الصائبه يعني الاجراءات لم تحترم على ما اظن انها تحوز حكم قضى برفض الدعوه لعدم التاسيس من ناحيه في الحكم امام المحكمه وبعد الاستئناف تم رفع او تم الغاء الحكم على اساس الدعوه الاصليه لم تحترم فيها الاجراءات يعني انعدام الصفه ربما الطريقه على حسب الشيء اللي شفنا الحكم انه الطريقه التي رفعت بها الدعوه لم تكن وفقا للاجراءات المقرره هناك حلول هناك اجراءات اخرى اعطي لها حل على الاقل نطمنوها يعني انا اطمئنك يا سيدتي المحترمه من هذا المنبر الكريم انه قضيتك تتطلب فقط الإجراءات السليمة والقاضي قاضي شؤون الأسرة أنه لا أظن أنه يقف أمامه يعني والد أب ويقول هذه من صلب هذه بنتي هذه لأنه أصلا احنا في قانون الأسرة الولد للفراش هذه مادة صريحة والإقرار بالبنوة الإقرار بالبنوة كذلك يعتبر من الأدلة التي تمكن تعطيها الحق في يعني في الحق النسب ما دام أنه الأصل حي اللي هو الوارث لا عفوا اللي هو الاب الوالد وبالتالي تبقى امور امام السيد قاضي امام السيد قاضي شؤون الاسره تبقى فقط مجرد تحقيقات تتم على مستوى المحكمه امام قاضي شؤون الاسره واذا القاضي ارتأى او شاف باللي هناك ريب او هناك شك يمكن للقاضي ان ينتدب خبير او ما يعرف بالتحليل النووي تاع الاديان ويروحوا للمخبر الشرطه العلميه ويشوفوا يعني الاجراءات القانونيه بناء على تقرير خبره وتثبت يعني هذا اذا كان هناك شك، اما امام اقرار الاب ببنوته او بابوته لهذه السيده فهذا نصف يعني الحل ويعني مساله تبقى مساله اجراءات وبامكانك رفع الدعوه من جديد طالما ان القضيه رفضت لا اقول رفضت في الموضوع ولكن رفضت بسبب عدم احترام او عدم قيام الاجراءات المناسبه او فساد بالاحرى اقول فساد الاجراءات. انا اطمنك شويه سعاد. بالنسبه للسيده هذه المشكله نتاعها راه محلول على كل على حسب ما تكلم المحامي ولكن نرجعوا للمجتمع. لنرجعوا للمجتمع. نرجعوا سورتو النقطه اللي كانت اللي واجعتها. مم انا واجعتني تاع يجيبوا اولاد الناس يربوهم وبعد يحملوهم ويخمسوا عليهم ويقعدوا. يعني هذه لا سيده كانت بات في لاكاف. هذا السيده كانت بات مربوطه. شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم كي جاب زيد بن حارثه ورباه كان اعطاها حنان كثير بل زوجوا حتى بنت عمته التي كانت عندها رفعه كبيره من قريش وزوجوا باش يرفع لهم القيمه نتاعهم واحد يجيب واحد ولد الناس ولا ذنب له السيده لما كان عندها حتى ذنب مش باش نقاطع ولكن على ما اظن هناك خلفيه بالنسبه للوالد نتاعها يعني خلفيه انه المقت او الكره الذي يعني الذي جوبهت به هذه السيده كان هو عباره عن حقد دفين بالنسبه للاب وبالتالي وكانه طريقه للانتقام هم كرهوه بالكره نتاعه وجسدوه في السيده بس هذا غير معقول وهذا يعني. عقاب يعني صح واش دخل بالنسبه للسيده مسكينه ظلمت والله ظلمت بهذا الكيفيه مطلوب لك شيخنا توجه ميساج للناس اللي تجيب اولاد الناس يربوهم قلنا يعني بعد يعني الانسان قلت لكم هذه نقطه والمجتمع اللي عاير الناس هذو ما عندهم حتى ذنب روح يا اللي ما عندكش باباك يا اللي كذا يا اللي شوفوا سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه وارضاه ما يعرفوش الصحابه اصلا تاعو اصلا جاء من فارس وقصة نتاعو معروفة لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقولوا للفارس النبي صلى الله عليه وسلم قال سلمان منا من آل البيت سلمان منا شوفوا كيفاش دخلوا واحد الإسلام يرفع مسألة الإسلام يدخل فيها الجزئية الله سبحانه وتعالى ويتكفل بها يوقع خطأ في المجتمع وقع ويقع أخطاء في المجتمع ولكن المجتمع خاصو يتبنى أنا نتعامل مع الشخص على أنه الشخص في الأمور اللي نتعامل معه ما تدخلش في مسائل جزئية أخرى ابن من أو كذا هذه مسألة ظرف المجتمع أكثر مما تنفع الظرف المجتمع اكثر ولذلك الناس اللي راهم يتبناوا الناس اي اولاد الناس ربي يفتح عليكم تتعاملوا مع الناس هذه امانه ماشي الامانه غير الانسان اللي يضيع الدراهم نتاع الناس لا الامانه بجميع انواعها جمع الامانه في التربيه والامانه في المال والامانه في الدراسه والامانه في العمل جميع انواع الامانه تدخل في هذه باش الانسان يجيب ولد الناس لا ذنب له طفل صغير في عامين او عامين او اقل او اكثر يجيبوا واحد يربيهم بعد يعذبوا العذاب اللي شفناه يعني شيء غير مقبول لا يقبله لا الشرع ولا يقبله الدين. سعاد عمري في حياتي ما حسيت يعني الحنانه تاع الوالدين انا عليك ما
ما نعرفش حنا انت الوالدين ما نعرفهاش. صح عندي ولادي وانا غير ولادي كيعيطوا لباباهم بابا يولي القلب تاعي يسطر. ربي يعوضك خير ان شاء الله في القريب العاد تلاقي مع الاب نتاعك. جبتي بنات انا شفت بنتك يعني الحمد لله جات بنتك راهي امور الكواليس جابتك الدنيا وما فيها سعاد. على بالي بنتي وولادي وراجلي وكل بصح ماشي كيما اني متمنيه يكون اني متمنيه نرفد الكواغط تاوعي ونوري قدام الناس الجميع اللي عايروني واستحقروا بيا ماذا بيا نوري لهم بلي ما يعايروكش ان شاء الله الرحمن الرحيم. هذا اللي يعايروك هما ما يعرفوش الله غالب الثقافه ناقصه. الذي يعايروك هما ما يعرفوش. شوفي يا محترمه انا اقول لك ليس اليتيم اليتيم الام والاب انما اليتيم يتيم العلم والادب. انت لست يتيمه اباك ما زال يناديك ويعني بقات مساله اجراءات سالك عندك باباك. باباك احنا حكينا معاه وقال لي هذيك بنتي ومستعرف بها. واش تحكي لي باباك ويشوف فيك؟ كي سمعتي المكالمه واش حسيتي؟ حسيت صح هو مسكين كان صاب ما يشافه كيفاش ندير باش نخدم كل يوم كل يوم يعيط ملي غير يجي حواسي دائما يبكي دائما يقول لي ماذا بيا كراني استكراني قدامي قبل ما نموت. هذه هي الأمنية تاعي ولو كان نهار برك نهار برك. شوفوا ان شاء الله وجهي نداء الناس راهي تشوف فيك هادو القانونيين المحكمة تحكم في بليده خليك تحكي معاهم. ما طولي حتى حق العدالة تاعنا في البيضة ما طولي حتى حق. أي محامي نروح ليه ما يعطيني حتى حق يقول لي القضية تاعك واعرة والناس بزاف يقولوا لي شوفي نجيبوا لك الجوجمون تاعك غير اللي يطلب لي 10 ملايين 20 مليون أنا مانيش حابة نجيبك واقي بالرشوة نحوس نجيبهم بالقانون. شوفي الكلام إذا كان هناك بعض من يقول ومن يتقول ومن يزايد ومن أنا أقول لك مسألتك القضية قضية إجراءات حتى وإن كانت هناك إجراءات كانت خاطئة والخطأ يصحح. أنا فقط أقول لك سعاد تبعي الإجراءات كما قال لك المحامي ومستعدة إذا ما ديتيش اللقب تاعك على بابك نجيبك للمرة العاشرة نجيبك لهنا إن شاء الله. إن شاء الله حتى تصليع الوثائق تاعك. وحنا انا ماذا بيا الاستاذ القضيه تاعي راهي في كما يقولوا في رقبتكم وانت تقولي له على المباشر باش هو يتكفل بالقضيه تاعك. شوف ان شاء الله يجعلنا ربي ان شاء الله يجعلنا ربي كما يقول لك وسيله يجعلنا سبه في الحل الاشكال تاعك. ان شاء الله حتى انا عييت عييت بالمناسبة الأخت ندعو كل واحد إن شاء الله اللي جهنا إن شاء الله تحل الأمور نتاعه اللهم اجعلنا ما بين الخير مغلقة للشر. شوف يا سيدة اطلبي برك الصحة والعافية للوالد الكريم هذا ماك ما دام على قيد الحياة وما دام هناك إصرار من جهته وما دام هناك الاعتراف منه يعني ثقي تماما بأن القضية مسألة وقت فقط. بابا قال لي إن شاء الله نتبع الحصة من فرنسا هاو شوف فيك واش تقدري تحكي له. واش نقول له؟ نقول له الحق هو ما سمحش فيا هو حاسبني راني عندي ما حاسبني راني بوك وقتي عندي ما دائما يقول لي هذه الكلمه. انا واش نقول له؟ انا ماذا بيا نحضن بابا مانيش عارفه اني حابه نحس روحي كيما انا كيما الناس اللي عندهم باباهم ماذا بيا مانيش عارفه خاطش عمري في حياتي ما جت الحنان انا غير ولادي كاعي في الدار ربي اللي راه عالم جوج هاني نهاني خاطش دايما دمعتي على خدي ناعي نجد في روحي ما قدرتش. سيدي تبحث عن غطاء صعب. نعطيك نصيحة واحدة صحيح انه الام تاعك تخلات عليك ولكن عندك والد عندك جوهر الان ربي سبحانه اعطاك نعمة يعني هاد الحرمان اللي عشتيه طول حياتك اعطاك ابره ومعترف بيك معترف يعني هذا دليل اللي تشكري ربي وتقولي له الحمد لله الحمد لله اني ثانيا هذاك نقص العاطفه اللي حرموك منهم عوضه في ولادك هما نعوضوا في ولادي ها هما لهم مستحقين قبل كل شيء. اما بالنسبه للاب خليها بينها وبين مولاها المهم الاب تاعك هو الصح هذه النصيحه اللي انا هي شوفي استعرفت ولا ما استعرفش دوك بينها وبين مولاها الله يسمح لها قلنا قبيله قولي الله يسمح لها ما تخافيش قولي الله يسمح لها الله يسمح لها وليدها على بالي مواسم اخوها كي تلاقى مع الراجل تاعي شغل عارفين كاع واش كاين بصح حتى واحد ما حب يبين لي طريق ان شاء الله ربي يسمح لها. احنا توجور نقولوا الغايه تاع البرنامج ان القلوب تسامح ان نتعلموا ندعوا لبعضنا نوقفوا مع بعضنا ان حتى المشاكل اللي نجيبوها داخل البرنامج باش اللي راهم خلف الكاميرا ما يغلطوش باش ما يكونش المصير تاعهم كيما الناس اللي يجوا فرغوا قلوبهم في البرنامج. ان شاء الله نعاود نجيبك بطاقه تعريف على اسم باباك ان شاء الله. طول حياتي ما عنديش لاكات ناسيونال الفوط عمري في حياتي ما فوطيت خاطش هذو اللي ماتوا ما خلاو لي حتى كاغت كي نروح لولادهم يقولوا لي ما عندنا
معاش الفوط ماشي مشكل الفوط لا لا بس انا اني نقول لك انا نشوفك احنا كلنا نخاوتك ان شاء الله من بعديك بولادك ان شاء الله يكون خير يا رب العالمين ان شاء الله احنا ما بقناش وقت بقاتنا فقط حاله لكن بعد الفاصل الحالة الثالثة راهي موجودة معنا هي حالة تاع خالتي بايا خالتي بايا تزوجت بالفاتحة بعد مدة الزوج تاعها ربما دخل السجن او راح الى مكان اخر حبت تولي لدارهم دارهم قالوا لها انت تولي لكن البنيته هذيك ما ترجعش واش تدير تحط هذيك البنيته عند واحد الناس على اساس انها تعاود ترجع ليها لكن بعد ما حطت هذيك البنيته عند هذوك الناس كي عاودت رجعت ما لقاتلهمش ما لقات ليهم لا اثر العنوان بدلوه جات البلاطو برنامج خط احمر باش تحوس على بنتها نشوفوا خالتي بايا لكن بعد هذا التقرير حين تروي هذه المراه قصتها مع الزمن وتصور مدى جرعات المرارة التي شربتها من وقت لآخر نلاحظ كثرة الأحزان عليها وتشعرك أن هذه الحكاية مستمدة من إحدى المشاهد المسرحية ندني تاع بن عزوز هذو كيما يقول لك ناس محترمين وناس ما شاء الله إليه كيما يقول لك فيهم خير ربي ما غير الطفله كبروها خدموا عليها سيتيفون بصح اليوم راهي راحت من عندهم ولا عندهم معلومات الا عندهم معلومات تطلب من ربي ومنهم يوروا لي الطفله هذه حبيت نشوفها قبل ما نموت يتصلوا بيا يتصلوا بيا ولا يتصلوا بالاذاعه تاع الشروق هي قصه غريبه لسيده تبحث عن ابنتها منذ اكثر من 30 سنه عادت بنا السيدة بايا إلى سنوات القهر والظلام بعد أن عاشت يتيمة الأبوين فغدرها الزمان بضره ومن بعد كنت خدامة هذه البنت خليها غير عند الناس أنا خدامة الحشية نجي كل خطرة كيفاش كل خطرة أنا بطلت من الخدمة هذه نزيد لهذه منا غبنت هذه هي كما يقول لك البنت اللي راهي تسمع فيا تعذرني كأم بعد بلوغ الفتاة 3 سنوات وضعتها أمها عند الحاج حليمة تقول خالتي بايا كعدت الروح ديتها لهذه المرأة وخليتها عندها رباتها كثر خيرها رباتها غبنت عليها ستشوفو ومن بعد أنا كنت الروح ومن بعد شو المشكلة اللي قاطعني ما بيني وبين بنتي كانوا يقولوا ما نحبوش هالطفلة تجي لينا تمر الأيام والسنين لكن قلب خالتي بايا يبقى معلقا بابنتها فضيلة فالسيدة بايا تقضي معظم وقتها تجوب الشوارع ليل نهار باحثة عن فلذة كبدها أملا في لقاء ابنتها قبل الرحيل ومفارقة هذه الحياة إلى دنيا الحق خالتي بايا راهي موجودة معنا في البلاطو مرحبا بك خالتي بايا الله يسلمك 30 سنه ما قطعتيش للياس 30 سنه مازال كي تحوسي على هاد البنت مازال الحسن سمحوا لك قبل كل شيء نقول لكم السلام عليكم يا خالتي المشاهدين انا يا راني مازلت نحوس على البنت هذه واللي هي راهي يقولوا بن عزوز ورده عطاو لها الاسم تاع بن عزوز ورده وانا عندي مده 30 سنه ونحوس البنت هذه وراني ما قطعتش للياس ان شاء الله البنت هذه نلقاها ونوجه ندائي للبنت انا يا بن عزوز ورده هذه انا هذه سميتها فضيله هما عطاو لها الاسم تاع بن عزوز ورده انا البنت هذه انا يماها انا جيت كيما درت نداء لبنتي هذه بن عزوز ورده الا راهي تسمع فيا ولا راهي على قيد الحياه انا يماها راهي نحوس عليها وانا ما سمعتش يا هذه البنت ما على باليش واش قالوا لها هما ما على باليش انا حطيتها مرات السنوات عند هذا الناس رباوها انا كنت عندي كيما يقول لك ظروف الله غالب عليا كنت مغبونه ومن بعد اللي كنت ربيتها كنت خدامه غير من هذا البلاص لبلاص ومن بعد عاودت رحت عند اختي ما عندي لا يما ولا بابا رحت عند اختي هي اللي ما حبتش باش نجيبها طلبت منها باه نكون عندها ما غير نكون عندها خدامه ونجيب بنتي نربيها حتى بيد ما نفتح عليها ربي ولا لقيت باباها ويديها ولا مش عارف انا ما حبتش اختي خاوتي ما حبوش باش نجيب الطفله
قالوا لي دبر راسك عطيها لباباها مش عارف باباها وين كان خالتي بايا؟ باباها جوني معلومات كان في الحبس وصح كان في الحبس ماشي كذب صح هو كان في الحبس الاب ديالها ومازالني نحوس عليها راني حطيتها عند تعبن عزوز هذول يسكنوا في بير مندريس بير مراد رايس بالعاصمه بالعاصمه بير مندريس بالعاصمه خليتها عندهم هذ الناس وكنت نروح نشوف بنتي كنت ذاك الوقت نروح نشوف بنتي من بعد كي كانوا مشاكل بالعائله ما تجيش البنت هذه وما نقبلوهاش هيا كنت حتى شي نهار نروح ليها كي هكذا نتوحش بنتي نروح ليها نقعد في الدرج ندقدق عليهم ما يحلوش عليا الباب لا حبوا راهم يسمعوا فيا ندقدق عليهم ما يفتحوليش الباب نقعد في الدرج نقعد نبكي يشوفوني كاع الجيران ديالهم يشوفوني يقولوا هذه اللي هي ماده بنتها عند حليمه من بعد عييت وكيما قال لك قطعت الياس ولليوم وقعدت كيما يقول لك درت دار وكانوا عندي دراري وكنت مازال كاتب وهذا هو الشيء الجميل في خالتي بايا مقارنه بسعاد انها مالقري عاودت زواج ودارت عائله ما سمحتش في بنتها الاولى كملي خالتي بايا ما سمحتش فيها وقاعده دائما في قلبي ودائما نقول لقيها مع خاوتها ونقول مانيش عارف انا لا حبوا هذا الناس راهي هي تقول خرجت دارت النداء في 97 ما بين 97 وبين 96 مانيش عارف البنت تاعي قالت لي ماما ما كاينش تشفاي باسكو دارت في 97 انا قلتها في 97 قالت لي 96 ما بين هذو لي زاني هذو انا يا دارت النداء انا ديجا كنت ثم نبحث عليها من قبل يا دي زاني وانا نبحث على البنت هذه كي شفتها راني عرفتها بن عزوز ورده هي دارت نداء في الحصه تاع كل شيء ممكن فوالا فاتت في الحصه تاع كل شيء ممكن وانا هذا البنت انا كي شفتها عرفتها باللي بنتي باسكو وعلاش ما عيطتيش في هذاك الوقت اللي كل شيء ممكن ما كانش عندي امكانيات والله يا بنتي ما كانش عندي امكانيات ما عنديش تليفون كان البورطابل ما كاش كان الاولاد صغار بزاف باش نتنقل ونجي من الصنام نجي للعاصمه والله غير بزاف ظروفي كيما قال لك ما تسمحليش وساكنه وحدي ضرب تاع كنا في ظروف قاسيه عايشين مع وقت ارهاب وقت يعني راكم تعرفوا يعني كيما يقولوا كيفاش كنا عايشين الله غالب الله غالب عليا قاعده غير نكتب غير في البراوات ونبعث نكتب في البراوات ونبعث للبنت هذه وخليت لها والحاره وشنو هذا الناس حبيت نفهم علاش انا خليت لها الدليل خليت لها الاسم ديالي خليت لها الاسم تاعها الحقيقي ويعرفوني انا بلي انا من الاسلام ويعرفوني انا بلي كيما قال لك اسمي الحقيقي بصح علاش ما وجهوهاش ميم با ما قالولهاش يماك من شلف ما قالولهاش دونك هي كي دارت النداء قالت نحوس على يما اسمحي لنا الاخت ربي يفتح عليك على كل حال نحييك اولا على هذا الشجاعه نتاعك باش انت تحوسي على بنتك الله يعيش خويا بنتها قدامها 50 سنه ما قدرتش تلقى لها وانت عندك شجاعه ربي ان شاء الله يبارك لك ان شاء الله وهذا الناس اللي راك عطيتي لهم البنت نتاعك كان الاولى باش يراعيوا الامانه نتاع اللي حطتها عندهم وباش يكون احنا ما نلوموهمش على كل حال ولكن نذكرهم في نفس الوقت هذا هما لا يقلون حال لا يقلون وضعيه عن الناس اللي راهم يسرقوا الاطفال في الشارع ما دام داو بنت الناس ولله الحمد البنت كبرت ربما تكون تزوجت 30 سنه يقولوا لها وراه يماها يقولوا لها وراه يماها ويعرفوها بيماها وهم ماجورين على كل حال احنا نشكرهم ونذكر ربي يجازيهم على كل حال كاد ربما تعلقوا بها ولا يمكن يبروا لها يماها كان ونقول لهم بالمناسبه شوفوا احنا دائما نحبوا نرجعوا الامور نتاعنا للدين النبي صلى الله عليه وسلم هذا المره اللي كانت تبكي ولا هذه اللي راهي الان ولا سبقت تبكي النبي صلى الله عليه وسلم واحد المره كان ماشي مع القافله والقافله من العاده ان يكون عندهم واحد الحادي هو اللي ينشد للجمال باش تمشي في الصحراء ولكن كان هذا الحديث يكفينا في المجتمع الامن من العنف مع المراه وكذا كان لما ينشد لهم الناقه تتمايل النبي صلى الله عليه وسلم قال رفقا بالقوارير الانسان خص يكون لطيف هذه المراه تبكي وتبكي على ولدها واللي سبقت كذلك خص الانسان يكون رحيم بعض الاحيان الانسان يقسو ولكن يرجع من الشجاعه ان يعود الانسان من الشجاعه الانسان يرجع ويصحح الخطا نتاعو هذا وهذا اما الزواج العرفي اللي رانا تكلمنا عليه انا ماذا بيا نخصلو حصه او زوج او ثلاثه باش علاش راه كاين الزواج العرفي علاش ما كاينش الشجاعه باش الانسان يتزوج حاب يتزوج تزوج وثم علاش القوانين هذه اللي زيرت على الناس وخلاتهم يديروا الزواج السري هذا ويوقع فيه مشاكل كثيره اما مساله التبني رانا تكلمنا عليها وربما نتكلموا عليها مره اخرى ان شاء الله الرحمن الرحيم خالتي بايا من هذاك الوقت ما شفتي بنتك ما اتصلتي بها ما عندك عليها حتى امكانيات ما عندي حتى معلومات ما عندي حتى معلومات
وانا يراني هذا الناس انا مانيش نلومهم ولا حاجه، يكثر خيرهم ونشكرهم بزاف بزاف. وناس حنا نوجهوا بدورنا لافامي بن عزوز في بن مراد رايس، اذا راهم يشوفوا فينا ولا يشوفوا في خالتي بايا يتصلوا بخالتي بايا، هكذا خالتي بايا فوالا يتصلوا بخالتي بايا، وحنا نزيدوا نشكروهم على هذا العمل اللي داروه ان شاء الله. ويما قولي لي خالتي بايا، كي وليتي لبن مراد رايس قالوا لك باللي رحلوا هادو الناس؟ فوالا كي قالوا لي باللي رحلوا، واحد يقول لي باللي مازالوا لافامي تاعهم هنا. انا يا سالت على لافامي ديالهم بيوروهم لي، بالك نكون نسيب معلومات. ايا ما حبوش يوروا لي حتى يجوا ناس الخير هكا يوجهوني ومن بعد يقول لك لا 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 بلي هم كانوا هنايا وهذو ما يعرفوهمش هذو راهم كانوا هنا. يا سيده اسمحي لي اسمحي لي قبل ما نقاطعك، الاتفاق الاولي اللي كان مع الناس هذو لما سلمتي لهم البنت، الاتفاق نوعيه الاتفاق كيفاش كان؟ هل هو تسليم وتعاودي ترجعي البنت تاخذي البنت تاعك؟ نعم. ام هو على اساس تخليها لهم تربيه؟ أم يعني يعطيني الطريقة اللي خليتيها؟ لا يا أستاذ، أنا يا هذه البنت ماشي سلمتها لهم كهدية مكرهة. أنا نقول لك صح ما سلمتها لهمش، هذه كبتي وهذه بنتي ومهما كان العمر أنا ما سلمتها لهمش كهدية وسمحت لهم فيها، ولا كيما كاين شي ناس يبيعوا الكبدة ديالهم قوة الضغط عليهم يبيعوا الكبده ديالهم. بصح انايا كنت عندي 16 عام، بصح كيما قال لك فكرت بالتفكير باللي امراه عندها 40 سنه. اذا خليتي يعني الظروف هي اللي جبراتك باش تخليها عند العائله هذه؟ هذو ما الظروف اللي خلوني خليت البنت هذه. اسمحي لي برك السؤال، كنت تردي خلال المده هذه شحال خليتيها عندهم؟ ما زرتيهاش؟ ما زرتها سنوات عامين في السنين ما بعد ما سلمتيش عليها؟ اي بعد ما خلونيش باش ندخل ليها، وكانوا مشاكل عائليه ديالهم هما ما حبوش باش نروح ليها. منعوك؟ اسمح لي استاذ، كانت الحاجه اللي رباتها بالذات كانت العرايس دياولها يقولوا لها بلي ما نحبوش هالطفله تجي، انا ما حبيتش ندير لها مشاكل، قلت بنتي تقول لي بنتك تكبر وتعرفك، انا يا قلت لهم خلوا لي الاسم تاع بنتي، خليت لها الدليل، خليت لها، قلت لهم هذه راهي عندها باباها الطفله ماشي مجهوله. انت ربما جيتي على نداء، نعاودوا هاد النداء، بالك هذه الطفله يتسمع فينا. قلتي لي بلي رحت في يوم من الايام الحصه تاعها كل شيء ممكن في عام 1997 هكذا. فوالا. حنا نقولوا بدورنا هذه اللي اسمها بن عزوز ورده، راهي يماها تقول بلي كان اسمها فضيلة، هكذا خالتي بايا. نعم سميتها فضيلة. رحت في يوم من الأيام، احنا نترحموا على رياض الحصة تاعو وكل شيء ممكن، على التلفزيون الجزائري، وقدمت نداء باش تحوس على يماها. يماها في هذاك الوقت في سنوات الإرهاب وكان عندها مشاكل ما قدرش تقولها بلي راني لهنايا. اليوم في برنامج خط أحمر تجي الأم تحوس على بنتها، نقولوا إذا راهي تشوف فينا هي ولا مواليها واللي رباوها لافامي بن عزوز تاع بن مراد رايس ولا خالتي حليمة، مازالها خالتي حليمة عايشة؟ لا لا راهي هذه قال راهي هي دارت النداء وقالت هذا ما حليمة كيما قالت هي اللي رباتني راهي ماتت، ربي يرحمها ويوسع عليها. ربي يرحمها إن شاء الله. هاد وردة زايدة في 77 خالتي بايا. نعم. اها نعطوا فقط تاريخ ميلادها، بالك صحباتها بالك خالاتها ناس يعرفوها يقدروا يلقوني بها. انا راهي معليش مازالت نقول راهي بنتهم وبنتي، حبيت نشوفها برك حبيت نشوفها. احكي معها ما يشوفوا فيك خالتي باي. وما انا راح نقولها حتى شي حاجه، هما رباو انا ربيت 3 سنوات هما رباوها حتى راهي في الثلاثينات ولا ما على باليش. وراهي كيما يقول لك انا من اليوم راهي بنتهم، الى راهم حنان عليها كيما كانت يماها الله يرحمها اللي رباتها، وراهي وراهم جابدينها. معليش اسيدي انا حبيت نشوفها، شوفوا اخاوتها يتعرفوا عليها، تعرف باباها كيما قال لك بالك راهي بدون وثائق تعرف باباها كيما يقول لك، وراهي بنتهم اسيدي انا ما نحيها لهمش هذ الناس، كثر خيرهم ولا نشكرهم بالبزاف نشكرهم بالبزاف. اسمحي لي دقيقه ربي يحفظك، احنا بالنسبه حتى كذلك احنا نجدوا هذه البنت الى اللي تسمع في البرنامج هذا يسمعوها الناس ووصلت لها المعلومات، ماذا بها تشوف امها في اقرب وقت ترحم هذه الكبده نتاع يمها لان تالم عليها، وربما حتى هي راهي تزوجت او رايحه تزوج وتحس بالالم نتاع الام لما تفقد البنت نتاعها. ربي يفتح عليك يماك راهي تنتظر فيك، وان شاء الله الرحمن الرحيم، وماذا بينا ولما لا تجي حتى البلاطو هنايا في الشروق ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. مرحبا. انا ما نسيتهاش هذه البنت، انا يا قلبي محروق عليها هذه البنت، راني ما نسيتهاش مع اللي عندي ولاد، بصح ما كانها وحده، هي ما كانها وحده، عندي ولاد عندي بنات بصح من جهتها صح. هي البكر يا سيده، هي البكر تاعي، هي البكر ديالي، هي البكر. انا كان عندي 16 عام كنت ذريه
هي زادت عندي ان شاء الله يكون خير ان شاء الله ان شاء الله يكون خير ان شاء الله يا ربي انا مازال ما نسيتهاش عندك كلمه حبيتي تضيفيها خالتي بايا شتك تبكي دموع تاع ام محروقه على بنتها ولا احكي خالتي بايا بالك هذه الدموع تاثر في هذه الطفله بالك في موالين بالعزوز الطفله راهي تنتظر تحوس عليها حتى هي راهي خالتي بايا واش نقول لها انا نقول لها لك لكي حابه تشوفيني انا يماك روحي شوفيني روحي شوفيني روحي للحصه نتلاقاو روحي تشوفيني روحي تشوفي خاوتك شوفي اصلك وفصلك وثم انت وضميرك كيما حبيتي الله يفتح عليك ربي يجازيك كيما حبيتي انا يماك وانا سميتك ورده انا سميتك فضيله وما سموك ورده وانت درتي النداء في 97 وراني من ثم راني من قبل هذاك الوقت انا راني نكتب حتى اختك اللي جايه عليك وتكتب وكل خطا تبع في الحصه ورانا محروقين عليك حابين يشوفوك كامل كاع حابين يشوفوك خاوتك نشوفك انايا تشوفيني تعرفي اصلك وفصلك الا حبيتي روحي شوفيني وانا الله يهنيك يا بنتي لا بغات ما على باليش انا واش راكي تكوني رايسه الله يهنيك الله يهنيك يا بنتي الله يهنيك وانا نزيدك من عندي الله يهنيك انا برك روحي شوفيني شوفي خالتك عارفي باباك عارفي كيما يقول لك بتعرفي روحك انت ما راكيش تالفه بتحشمي ما راكيش تالفه انا كنت ديجا راكي تالفه انا ما نديرش النداء او قدام كيما يقول لك احباب ربي قدام كاع الناس راهي عرفتني ديجا الله يفتح عليك انا راكي باباك راكي بعصلك وفصلك وراكي بالحلال راكي بنت الحلال ما راكيش بنت ما كان لا نقولوا كيما قال لك حرام علينا واش نقولوا كلام اخر هذه يقولها لا هذه بن عزوز ورده انا راني يماك انا راني يماك لا تشوفي لا تجي تشوفيني انا راني يماك ودرتي النداء في 97 نعاود نكرر في 97 راكي درتي النداء وقلتي نحوس على يما ويما اللي رباتني راهي ماتت وريتي التصويره ديالها بصح انا راني من قبل هذاك الوقت وانا راني كاتب للحصه بس قولي راني سقسيت وقالوا لي باللي راحوا منا طلعوا وجيتوا ما جبرت حتى شي حاجه ما لقيت حتى شي حاجه باش نلقاك ولا تلقايني ولا ما هذه هي ان شاء الله هاد الحرقه تاع الام ان شاء الله انا فقط نقول لك ورده ولا فضيله ولا لافامي بن عزوز اللي هم يسمعوا فينا الام جاتنا مشلف وجات مريضه كانت في الفراش مريضه ومع ذلك راني مريضه والله خير جيت والله غير راني مريضه ما تقدريش تعرفي كيفاش الكوراج درت وقلت انا ان شاء الله تشوفي بنتك وتبراي في القريب العاجل يا رب ان شاء الله في القريب العاجل قلت الروح وما كيما يقول لكم ما خيبتش ظنكم وكنتوا كيما قال لك ديت لكم من وقتكم اسمحوا لي انتم مثلا على كل حال نشكركم بزاف نشكركم بزاف بزاف نشكركم بزاف حنا اللي نشكروا ام يعني تحوس على بنتها ما خلاتهاش مالغري في عمرها 30 سنه 30 سنه راهي شابه بالك عندها صاحباتها بالك عندها فاميلتها بالك ناس اللي يعرفوا بن عزوز ورده يقولوا لها يماك جات الخط احمر واذا بالك راهي متزوجه ولا جات يماك البلاطو تحوس عليك احنا يا ما بقالناش وقت احنا نقول لك خالتي بايا ان شاء الله في برنامج خط احمر ان شاء الله نعاود نجيبك انت يا بورده للبرنامج بلا فامي تاعك كيما وعدتيني قلتي لي بلا سيطار اذا بانت ورده نشوفوا هذه الام المثاليه اللي تحوس على بنتها ياك ان شاء الله يا رب ان شاء الله ان شاء الله هنايا ينتهي الوقت تاعي لهذه الحلقه حلقه يعني درناها بسبب النداءات الكثيره اللي وصلت برنامج خط احمر على الارقام الهاتفيه اللي راهي تبان اسفل الشاشه مع الصفحه ديالنا في الفيسبوك كاين ناس بزاف عيطونا يحوسوا على مالهم احنا نقولوا البرنامج مفتوح لكل الناس اللي حبت تحكي واللي حبت تشكي واللي حبت حتى ربما دائما نقول برنامج خط احمر يكفي اننا ندعو لبعضنا بالك ما نقدرش نعاونوا هاد الناس لكن يكفي اننا نتعلموا ندعو لبعضنا ربما انا ما بقاليش وقت لكن نقول لكم دائما عناوين البرنامج في الخدمه تاعكم اتصلوا نسيو نحلوا مشاكلكم دائما نقول ان شاء الله ربي يبعد عليكم المشاكل والهموم نتلاقاو في عدد اخر من برنامج خط احمر في امان الله الى اللقاء